ان شاء الله تعالى هي ترفض، هي راه كترفض، ما غاديش تحاور معاكم باش نكون واضحين في المساله هذه بشكل مباشر، ما غاديش تحاور معاكم. هذا هو اللي كاين. شنو المشكل؟ احنا ماشي مشكل، حنا نتبعوا بالحق ديالنا كاولياء امور ان شاء الله تعالى. كل المطالب ديالنا اللي كاينه باذن الله نستمر عليها. كما ان الاباء الاشاره راه متفق على انه في حاله عدم الاستجابه للمطالب ديالهم كيهدم انسحاب جماعي من المؤسسه، انسحاب بل ان كتحاول تستفرد بالاباء وبالاولياء الامور تصر على الاداء الكلي للواجبات، الاداء الكلي يعني ما عندها حتى شي عرض، ما قدمت حتى شي عرض. اما في الحقيقه احنا من المؤسسه راه ما كنطلبوش شي صداقه ولا شي حاجه، انا الظروف الجائحه فرضت على كل شيء واحد الظروف، وحتى التعليم عن بعد بغينا نجلسوا معاه ونشوفوا شحال كيقيموه شحال كيسوى، راه ما كنتسناوش شي صداقه ولا شي حاجه. هي الا بغات الضامنه تضامن مع الاباء اللي متضررين واللي في الحقيقه وقفوا على سميتو كما تضامن الشعب المغربي كامل، ولكن الناس الاخرين نقيموا التعليم عن بعد شحال يسوى. ما كاين شي راه كيلقى بيناتنا غادي يحسن في هذا الامر هذا. والسلام عليكم.